شركة جي ام بتنصحك بالخطوات دي. لو كنت نويت انك تستثمر فلوسك في العقارات، لازم تعرف ان في 3 اهداف من الاستثمار العقاري. 1، استثمار عقاري قصير المدى، وده انك تتجه للمدن الحديثة وتختار المساحة الاكثر طلبا عليها في السوق ومطور عقاري تثق فيه، ولازم يبقى معاك مستشار عقاري يقدر يحلل السوق وقتها ويقول لك على انواع ومساحات الوحدات الاكثر طلبا. 2، استثمار عقاري طويل المدى، وده بنختار فيه الوحدة الاكثر تميزا من حيث الموقع والخدمات والرفاهيات المجمدة داخل الكومباوند، ولازم برضو يبقى معاك مستشار عقاري عشان يرشح لك افضل مشروع عشان تقدر تحط فلوسك فيه وانت مطمن. 3، استثمار عقاري بهدف الايجار، وده بينقسم الى 3 اقسام. 1، وحدات سكنية، ويفضل الاماكن القريبة للجامعات بحيث انك تقدر تأجرها للطلبة المغتربين ودكاترة الجامعة والعاملين بيها. 2، مكاتب ادارية، وبنختار الموقع على حسب حجم الشركات الموجودة بالاماكن المراد للاستثمار فيها. 3، محلات تجارية، وبنختار الموقع بناء على عمل احصائيات بعدد السكان بالمنطقة المراد للاستثمار فيها. لو بتفكر تستثمر في مجال العقارات، لازم تحدد النوع المناسب ليك من الثلاث انواع دي، وتختار مستشار عقاري محترف يقدر يرشح لك الانسب ويختار معاك المكان والمساحة والهدف من الاستثمار.